مرقت أيام كتير علينا باردة لأنه بوقتها ما قدرنا ندفع الفواتير لحتى أجا الحجز على البيت، وأنت بتتذكر صح؟ وأنا فكرت إنه ما بقدر ربي طفل بهيك ظروف، ما كنت حابة ربي بالظروف اللي كنا عايشينها. فكرت، صدقني فكرت كتير، ما بتتخيل قديش تعبت نفسيتي. أنا كيف قدرت تكون أعمى لهي الدرجة؟ كيف ما قدرت تشوف يلي كنت عايشتي؟ كنت عم تشتغل، كنت عم تحاول إنك تبيع التطبيق، دائما كنت عم تروح على اجتماعات، وكنت عم ترجع من الاجتماعات وانت مكسور، وكان عم بيزيد طموحك أكتر، صرت تشتغل أكتر. وأنا بهي الفترة تعودت على البيبي طبعا، وبعدين أخذت قراري، قلت إسراء فيكي تنجحي، انتي مرأة قوية كتير وما حدا رح يعرف يربي هالطفل مثلك. وقررت أني رح أخبرك، وصار اللي صار هداك اليوم اللي ما بنساه. كنت عم بشتغل بالماركت، بعدين حسيت بوجع قوي، وقعت وأغمى علي، في حدا اتصل بالإسعاف ليجوا ياخدوني. لما صحيت كان الوقت متأخر، كان البيبي خلص راح ومشي الحال. أنا كنت لازم أعرف أحمي بس ما قدرت. كان المفروض دير بالي علي، بس وضعي ما كان عم بيسمح لي، مو بإيدي. أنا وين كنت لما عشتي كل هالوجع؟ ليه ما اتصلتي فيني؟ والله اتصلت فيك، معقول يعني ما اتصلت؟ اتصلت كتير بس ما قدرت أوصل لك، كنت غرقان بالشغل. بعدين زينو وصلتني على البيت، أنت إجيت المساء، طلعت بوشي وما حسيت بالوجع اللي عم حسه، وهذا أكتر شي ضايقني، إني ما قدرت شاركك هالشي أبدا، لا قدرت شاركك فرحتي ولا حزني، ولهي قررت ننفصل وأطلب الطلاق. أنا كتير آسف لأنك عشتي كل هذا الشيء لحالك، عن جد أنا كتير آسف.